أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني استودعتك بلادي وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها رب من الأمراض والأوبئة، وارفع البلاء بحولك وقوتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.